صبحكم الله بالخير وبالهنا والسرور. اصبح عليكم من اي منطقه؟ احنا في اي منطقه؟ في زكريت بشوي، وان شاء الله بس يكون اليوم يعدي على خير، لان اليوم بيكون اصعب يوم في صمله. 60 كيلو جري مشي، والابطال كلهم مستعدين الانطلاق ان شاء الله الساعه. هلا هلا طلال حبيبي، والله يعيننا على الحر. طبعا الظهر بيكون درجه الحراره حول 37-40، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نجتاز المرحلة هذه اللي هي الأصعب. عدد المتسابقين أتوقع 200. هلا وش عيب أنا العام أنا فزت عليك عاد السنة؟ لا العام مشيت وياك ترى، أنت حالتها معنوية والله. حبيب قلبي والله العظيم، الله يبارك فيك اللي خليتنا نكمل. بس السنة إن شاء الله نشوفك عاد على المنصة. الله كريم. المهم انك تجتاز البحر اليوم. اي والله تجتاز البحر اليوم باذن الله. شكلك بطل ما شاء الله عليك. وهذه بطل ياباني. اهلا وسهلا. اخواني في اليابان تتعلم من مده 5 أيام 6 أيام، لكن كانت من احلى الايام. لا انا بنسحب كذي يا دكتور، ما يصير جاي اخذ الرقم. انت تستاهل رقم 1 يا دكتور، فخور فيك والله. الله يبارك فيك ما شاء الله، التوفيق نراك ان شاء الله في خط النهايه ان شاء الله باذن الله. اللهم لك الحمد. شلون باذن الله؟ رساله حق علي محمد طوال كواري، السنه الجايه ضروري ويانا وتجهيزك علي يا ابو محمد. اي نعم. بس ترى علي ما له في السوالف ذي. لا مال سياكل علي، مال دول مال الدول. اي بس سياكل يسلمك. نعم لا لازم علي بن طوار. الحق ترى معاي اخوي البطل عبد الله الحميدي. يا اخي ليش كل واحد اذا اللي اسمه عبد الله دائما يكون بطل؟ وعبد الله محمد بعد. حبيبي والله فالك التوفيق. وبدينا السباق الاعنف في قطر والخليج، السباق الاعنف ان شاء الله، ونشوفكم باذن الله في الطريق وفي خط النهايه. ما شاء الله عدد المشاركين مهول. روح يا ابو دهوم روح. ايش رايك في السباق؟ ممتاز وعلى اسمه صامله. اي والله بلا ناس صامله. واحد اخي عبد الله القحطاني يعطيك العافيه. انت ما شاء الله عليك، انا لاحظت وياك لاحظت فيك انك ما شاء الله مواصل. إيه نعم. بغض النظر عن إن الشباب اللي وياك يوقفون يمشون، انت مواصل ما شاء الله. والالام واحده عندنا وعندهم. اي نعم صح. ما في واحد انه بيشارك ما يقول انا ما تجيني الام. صحيح. حتى الاول صحيح، لكن السالفه في الصمت. اي صح لازم تصبر. إيه وتواصل بالضبط. ترى هو الموضوع كله صبر. صبر وتكنيك. تكنيك وصبر. ايوه نعم. تكنيك يعني مثلا هالحزه هذه. اي الافضل انك تهرول فيها. نعم. ليش؟ اي لأن الجو حلو والمكان يعني تمام، ما في حصى بالضبط. إيه يعني بالضبط. وما في صبخة. يلا إيه. يلا أبو هاشم بسم الله. إيه إن شاء الله. لا أنا بروح أصور هناك في منطقة وايد حلوة، أبغى أستفيد من الغروب. تمام نشوفك على خير. يلا بالتوفيق. بالتوفيق يا سمي. بالتوفيق. يلا نشوفك. السلام عليكم. شوفوا المكان يا جماعة، والله أنا ما أدري في وين إحنا، بس إحنا متجهين تقريبا حيش. فالمنطقة جدا جميلة، شوفوا غروب الشمس ما شاء الله تبارك الله، شيء يعني ودك بس تجلس هني وما تسوي شيء، تجيب لك شاي حمر وتذكر الله وتستمتع بالمكان. هادي ما في ناس، ما فيه إلا بس احنا. شوف بس هني واحد وهناك أربعة وهناك اثنين. وبطل كمبوديا. والله شكلك بتنسحب يا. لا عيب هاشم خلاص عيب. انا اشوفك كلش الحين انا. يلا يلا ها تزني بطيح صراحه. ايش سالفتك يا اخي؟ ليش كذي تعبت وايد؟ خلص بخه صراحه دوختنا. لا وانا ماخذك مثال وقلت انا هذه هاي مثال مثلي الاعلى. اول يوم ابو هاشم ان شاء الله صامل. اشوفك فشيت كلش وقفت يا بنت. والله ابو هاشم ليش كذي؟ والله تعب ابو هاشم. بس شوف المنظر اللي وراه
يا تفجير والله العظيم يا جماعة المنظر هاي ما ودي أكمل صدق يا جماعة شوفوا المنظر والله ما ودي أكمل ما شاء الله تبارك الله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له صبحكم الله بالخير وبالهنا والسرور صبح عليكم من منطقة أم حيش هذه الحين احنا ان شاء الله بنخوض البحر لمسافة 3 كيلو منها خوض في البحر مشي وسباحة المفروض ان ياخذ منه حوالي ساعة ونص ساعة تقريبا عقب في استراحة خفيفة انا شكلي بريح الى الظهر لان الشمس بتكون حارة بعد الساعة 9 مساكم الله بالخير وبالهنا والسرور انطلقت الحين من النقطة الثالثة اللي هي بعد السباحة وقدامي الحين 26 كيلو او 28 كيلو امسينا وامس الملك لله والحمد لله لا شريك له مساكم الله بالخير وبالهنا والسرور اليوم هو اليوم الثاني في سباق صملة العالمي وياي سعادة الوزير حسن الغانم سعادة الوزير ما شاء الله عليك صامل من أمس عيني عليك باردة ما شاء الله عليك احنا من أول أمس طبعا هني في مخيم صملة وبدأنا المسابقات من أمس وإحنا الفريق الحين احنا الفريق اللي هو الشباب اصغر ناس في الفريق الصمله انا وانت محمد والله فخور فيكم جمال نهدي والله فخور فيكم اخوي وباذن الله بكره نحقق النتائج الزينه ان شاء الله واخوي ابو نصر ما شاء الله عليك وينك يا ابو نصر ما شاء الله عليك مواصل اشوفك من امس وسبقتنا ها سبقتنا ما قدرنا نلحقك عاد الحين حقوني خلاص ها ابو نصر شفوا بس خف علينا يا اخي خف شلون خلنا شوي بقى نمشي مع بعض والله ودنا ابرك كم ساعة وصلت إلى ميدان الرماية والأخ بيشرح لي الحين. عندك 5 طلقات إن شاء الله. أوكي. على مسدس طاولة. حلو. عندك 5 طلقات إن شاء الله. إذا ما أخذت الهدف من أول مرة راح تطلع قدام 15 طلقة 5 طلقات. أوكي. مرة ثانية إذا ما أخذت الهدف راح تطلع قدام بعد وعندك 5 طلقات. جزاك الله. إذا ما أخذت الهدف من أول مرة راح تطلع قدام 15 طلقة 5 طلقات. أوكي. مرة ثانية إذا ما أخذت الهدف. راح تطلع قدام بعد وعندي 5 طلقات. جزاك الله خير. من أول مرة. إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك أخوي. صبحكم الله بالخير وبالهنا والسرور. أصبح عليكم في هذا اليوم الجميل. اليوم الثاني من صملة. الحمد لله خلصت فوق 106 كيلو. منها 3 كيلو سباحة والباقي مشي وجري. اليوم هو اليوم الثاني في سباق صملة. الأعنف في المنطقة فاستفدت من المشي في الليل المشي في الليل بالنسبة لي أفضل من النهار لأن النهار جدا حار حر ولوهيب ما عليه تصحيح للمعلومة بالنسبة لليوم واليوم الثالث في سباق صملة يقول good morning السلام عليكم الحمد لله تقريبا وصلت المفير وشوف المنظر الحلو شوف المنظر هاي المنطقة جميلة ما شاء الله أنا من سنين ما جيتها الحين احنا ان شاء الله بننطلق مع اخوي براشد وحش ما شاء الله عليك براشد بننطلق بالسياكل لمسافة 40 كيلو ان شاء الله مساكم الله بالخير في منتصف الطريق شوفوا الهواء ايش سوى فينا كنا ناويين انا وبراشد البطل كنا ناويين نوصل هناك مع المغرب لكن للاسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن عدلي تجري شنو السياكل بما لا تشتهي تجري الرياح بما لا تشتهي السياكل ان شاء الله في النهايه وش عيب جزاه الله خير جزاك بارك الله فيك جزاك يعني
تعبت المنافس فاز علي بكم 3 دقائق ما ادري بس اني انا خليتك تدش قبلي بعد الوعد الحمد لله لكن فزت عليك انا كنت احسك اي انا اتذكر ابي سندويش تقول والله استانسنا صراحه والله حلوه جزاك الله خير حبيبي ومحمد ما شاء الله اول مره يشارك لكن شنو المشكله يا محمد توقيتي انا 63 وتوقيت عبد العزيز التميمي عبد العزيز التميمي جاي بالثاني ما شاء الله توقيت 22 ساعة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سرعتك كم يا معدل حطينا 8 ما شاء الله يعني اسرع مني بوايد ها لا ولا بشوي ما تعد عليك يا بوس وما شاء الله عليك انت كم الثالث يعني على استحياء الثالث مو راضي هذا من الاول لا الحمد لله ما شاء الله وش شلون توقيتك؟ 22 وربع اي يعني في فرق ساعه تقريبا بينكم ها؟ اي ما شاء الله لكن بعد يعني 22 ساعه والله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم معاذ جزاك الله خير ما قصرت صراحه وياك الله يسلمك معاذ من المنظمين وما قصروا صراحه من اول يوم ويانا على طول الشباب وشعيب وشعيب خواني يمكن حوالي من 40 كيلو ما شاء الله اي والله كفو وعطاني دفعات معنويه وشباب ما شاء الله شفت المدانه من اللي عند السياكل ما شاء الله عليك جزاكم الله خير وطبعا هذول المنافسين ان شاء الله بنافسكم وهذا المنافس الرئيسي اللي بغى ينسحب بس انا يعني قنعته الحمد لله الحمد لله